استاذ مهدي، الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم عن رؤيه مصر فيما يتعلق بحل الامور في ليبيا، وده كان من خلال نقاط. اتكلم عن دعم المجتمع الدولي للجهود الامميه اللي توافق عليها الاطراف الليبيه تحديدا. هنا اتكلم عن اتفاق الصخيرات المتفق عليه فعليا، القوه الليبيه المختلفه. اتكلم عن تسويه شامله لمعالجه القضايا العالقه طبعا قبل انتهاء الفتره الانتقاليه، حزمه تفاهمات تشمل جميع القوى على الصعيد السياسي والعسكري داخل ليبيا، أيضا زيادة الجهود الخاصة بمكافحة الإرهاب. هناك رؤية يمكن أن تخرج ليبيا من هذه المرحلة وصولا بقى لأن الأمور تبقى مستقرة، لأن يكون هناك انتخابات في الفترة القادمة بعد انتهاء الفترة الانتقالية. وفي الحقيقة دعني أن أنا أقول أولا، طريقة عرض الحلول أصبحت فعلا متقبلا أن هناك خارطة طريق. يعني سواء كانت، يعني دعنا نرجع بمؤتمر الإرهاب اللي كان مؤتمر اللي كان فيه 50 دولة عربية وإسلامية وحضروا دونالد ترامب، كان هناك خارطة طريق مصرية للقضاء على الإرهاب ابتداء من يعني منابع الدعم ثم الدول التي العرض بهذا الشكل هو ما يتقبل في المجتمعات الغربية. إن أنا مش بقول حل وخلاص، بقول الحل ويتحل إزاي والخطوات ماشية إزاي. فهذا العرض أعتقد أنجح طريقة للوصول إلى قلب وعقل السياسي الأمريكي والدولي، أن يكون هناك خطوات معينة، هذه الخطوات واقعية عن خبرة وعن استعداد، لأن مصر أقرب دولة إلى ليبيا وهي أكثر بلد تستطيع مساعدتها. وإحنا مش بنقدم عرض كده من بعيد، لا، مصر دعمت ما يحدث في ليبيا وتستطيع أن تجمع الأطراف المختلفة ودايما بتستضيف القوة الليبية المختلفة دايما في حالة من الحوار. بالطبع بالطبع، مصر لعبت دور كبير جدا في ليبيا وبتلعب أدوار في قضايا مهمة جدا في الشرق الأوسط، ودي اللي أنا بقراها عودة مصر لبعدها العربي الحقيقي. إن النهاردة سواء تكلمنا في المشكلة السورية أو في المشكلة الليبية، فإن الدور المصري دور أساسي في أي من المشاكل العربية المعقدة، لأن الواقع المجتمع الدولي لم يستطيع حل مشكلة ليبيا. يعني تفرقت ليبيا وتشتتت ولم يستطع أحد أن يقدم حلول إلا الحلول العسكرية، والتي لا يمكن أن يعني تصل إلى حل. إضافة مسألة تفتيت الدول أصبحت مسألة غير مقبول بها حتى في المجتمع الغربي، ودي ميزته أن المجتمع الغربي لما بيخطئ بيراجع ويبقى عنده استطاعة أنه يستمع. أعتقد ما تقدمه مصر الآن هو حلول، ويجعل من مصر الشريك الأساسي مع الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة العرض اللي سمعناه في مجلس الأمن.